حد برضو بعت لي رساله عن الامساك. السيناميكا من احسن الحاجات اللي بتعوج باسم السيناميكا، والسيناميكا مع الشعير مع فول الصويا مع اليانسون، كميات برضو متساويه، وتحطيها في برطمان وتاخدي معلقه صغيره على كوبايه ميه كانك بتعملي شاي كشري، شربها 3 مرات قبل الاكل. ده برضو بيريح الامساك جدا. خلي بالك برضو الامساك من ضمن الحاجات ان في ستات ورجاله كمان يقول لك انا اخش ما اعملش حمام غير بعد اسبوع، دي صعبه قوي يعني، وبيبدا ياخد دواء والدواء بيمشي معاه اسبوع ولا 2 ولا شهر، وبعد كده بيعمل. الا الحاجات الطبيعيه هي عمرها ما السايد افكت بتاعها تبقى موجود، ما لهاش اي اثار جانبيه، واتنين ما لهاش ان انت جسمك يتعاد عليها فما تجيبش نتيجه، لا بتجيب وبتجيب نتيجه كويسه. الحاجات الطبيعيه طبعا طبعا، من زمان كانوا والوصفات دي الحاجات كلها الطبيعيه. بالظبط، والوصفات دي كلها موجوده عندنا جاهزه. يعني حتى انا بقول لك وصفات لو انت مش عايزه تجيبيها من عندك ولا حاجه تقدري تاخديها جاهزه من عندنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله.